كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور، تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب، فكر منير، ورأي صائب، ورأي صائب، فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور، وأقبلت العطايا والأجور. إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حجاج بيت الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من نعم الله علينا ومن نعمه التي لا تحصى أن وفقنا ورزقنا زيارة بيته الكريم، وجعلنا من ضيوفه، فأعظم به نعمة، إنها نعمة تستوجب منا الشكر لله عز وجل. لئن شكرتم لأزيدنكم. أن نكون ضيوفا للرحمن، وأن نحضر هذه الوقفة التي ترجعنا إلى وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقفة تمتلك شرف الزمان والمكان، فإنها لنعمة. فطوبى لمن وفقه الله للحج في هذا العام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجنا حجا مبرورا، وسعينا سعيا مشكورا، وتجارتنا تجارة لن تبور. حجاج بيت الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس. كلكم سمعتم وكلكم علمتم الصعوبة التي تم بها تنظيم الحج في كل العالم في هذا السنة. في هذا العام واجه كل العالم الصعوبات في تنظيم الحج، إلا أن الله سبحانه وتعالى قيد لهذه الأمة الشادية أناسا بذلوا الغالي والنفيس في تحقيق هذا المغزى لهذه الفئة النخبة التي اختارها الله لتكون ضيوفا له. وفي مقدمة هذه النخبة السلطات العليا، وعلى رأسهم قائدة سفينة بلادنا
لم يعلو جهلا في تذليل الصعاب لأن نصل إلى ما وصلنا إليه الآن. فله باسم جميع الحجاج جزيل الشكر والعرفان، ثم إننا باسم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية نتلو على لسان الحجاج جميعا الشكر والتقدير للذين كلفوا بتنظيم الحج هذه السنة على ما بذلوه من جهود مباركة ومن جهود جبارة حتى تم تنظيم الحج بهذه الصورة المشرفة المشرقة. فلهم منا ونحن وكلاء على لسان الحجاج جميعا الشكر والتقدير، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم في هذا المقام أن يثيبهم الله فيما فعلوا وفيما وفقوا، وأن يعفو عنهم الذلل والخطأ والنقصان. ثم إن هنالك نقطة مهمة ينبغي التركيز عليها، من نعم الله علينا نحن التشاديين أننا لن نؤجل ما حصل يوما أو عاما عجل التشاديون الحجاج التشاديين. هذه السنة التي ورثناها من علمائنا لأسباب، نحن أمة القرآن، نحن بلد يوصف ببلد المليون حافظ لكتاب الله عز وجل. ما من حج إلا ويأتي أو تأتي نخبة من مشايخنا الكرام من حفظة كتاب الله يتلون كتاب الله علاوة على أداء مناسك الحج. قصدهم ومغزاهم وهدفهم أن يمن الله على بلادنا الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة والازدهار. فقد تليت عدة ختمات خلال وجودنا في هذه الأراضي المقدسة وقبل أن نأتي إلى هنا في مكة المكرمة وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تليت المئات والعشرات من القرآن الكريم. فهذه الخصلة ما أوتيت لكثير من البلدان، فهذه نعمة يجب أن نحافظ عليها ويجب أن نشكر الله عز وجل. واليوم يوم الختام، ما أخرت البئس إلا لهذا الغرض. يجتمع الحجاج جميعا في هذه الأمكنة المباركة يتوجهون إلى الله عز وجل، يرفعون أكف الضراعة إلى الله عز وجل، وأنتم تعلمون كم نحن في أمس الحاجة إلى التضرع إلى الله عز وجل، ونحن نمر بأزمة حرجة وبوقت حرج في بلادنا. فمن هنا فإننا باسم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وباسم مشايخنا الموجودين معنا نطلب منكم جميعا أن تجعلوا حيزا كبيرا لبلدكم ولقادتكم ولأمن بلدكم ولسلامة بلدكم ولازدهار بلدكم ولتنمية بلدكم، حيزا كبيرا في دعائكم هنا وفيما تبقى لكم من المشاعر. فاسمحوا لي قبل أن أبرح هذا المكان أن أتلو أسمى آيات الشكر والعرفان لفرسان القرآن الكريم الذين قرأوا لنا المئات من العودة القرآنية ونحن في هذه الأماكن المقدسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعوتنا وأن يجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وتجارتنا تجارة لن تبور. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعفو زلاتنا وأن يجعلنا من المقبولين عنده وأن يجعلنا ممن تم العفو عنهم ونالوا العتق من النار في يوم عرفة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء نطلب منك اعتذار، تسمحونا؟
تسمحون لأن تنظيم الحج هو شيء ما سهل، في تقصيرات كثير لاحظتم، ولو كان في المدينة، في مكة المكرمة، في ميناء، في عرفة، في تقصيرات حصلت، والتقصيرات دي يعني خارج عن إرادتنا أننا تسمحونا. كل ما نسيء معكم جالس نقول أدعوا لنا عشان الله وفقنا ننجي هذا الحج. فلو لاحظتم الحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى، يمكن أول مرة الحمد لله في حج ما واجهنا صعوبات كثيرة، ما عندنا حالة وفاة ولا عندنا حالة حادث. هذا يدل على شيء، في المخار الأسانين واقفين ده ما أنقص من 150 حفاظ كتاب الله معنا في هذا المجلس. يسأل الله من المدينة لعند الآن. هذا بصراحة يعني الحمد لله اليوم ما فيش مرضى عندنا، يمكن حالة واحدة في المستشفى، هو الوالد توكو كوكوي، هو ده يمكن مريض أمس استقبله قاعد في المستشفى، ونسأل الله إن شاء الله الشفاء. للآن يمكن ما عندنا حالة آخر، ونسأل الله في أيام البسيط ده نرجع غانمين وراجعين في بلادنا سالمين إن شاء الله بإذن الله. نينا في يد آمين، حفاظ كتاب الله ما قصروا ليل ونهار قاعدين بسألوا الله لسلامة بلدنا، لوحدة عن أولاد تشات، الأمن والاستقرار والإزدار في تشات. هذا شيء مهم، ولسه المسافة طويلة. هسه كنا نسأل من حفاظ كتاب الله، يسأل الله ماشيين هنا في مكة لأننا نمشي نجهز للسفر لتشات، ونسأل الله إن شاء الله الله يوفقنا وكل الحجاج بإذن الله يرجو سالمين وغالبين في بلادهم بإذن الله. صار ضيوف الرحمن، المسؤولية ما سهلة، مسؤولية كبيرة أمام الله وأمامكم أنتم، هذه أمانة. ما لا نطلب منكم السماع لأن أمانة أنتم كلفتونا، والأمانة دي نقول فيها تقصير. التقصير ده سامهونا أننا في منا، سامهونا في هذا التقصير. بعد مرات ناس يقولوا أنا ما كده وأنا ما كده، وهذا من أمور الحج، لأن منا المشاعر بصفة عامة ضل كان الإنسان يطأو فوق شوية عشان يكسب أجر. لو لاحظتوا أننا في المشاعر كلنا سوا، ما فيش واحد أعلى من واحد، ما فيش وزير أعلى من مسكين، ما فيش تاجر أعلى من آخر، كلنا سوا لابسين حرم متجهين لله. عشان ده التعب في منا في المشاعر ده واجب. أنت تجي تقول مالك تعب شوية، ده ما بقى، كلنا رغطة برجلنا، وأي زول سطيم حاس بجسمه هذا من تعب الحج، وهذا فوق أجر. ده كل الناس بسوا فوق معاتبة سامهونا، ده غير إرادتنا. كان جاء رئيس كله نفس اللباس اللي انتم لابسينه يلبسه ويطوف مع الناس، هذا امتحان رباني. عشان ده سامهونا، الناس ما تسألوا فوقنا، لأن كل ما تسألوا فوقنا ما بيساعدنا عننا، لكن كل ما تسامونا تدعوا لنا ربنا يوفقنا عشان نسي أكتر من كده. سادة ضيوف الرحمن، دولنا التشاد اليوم الحمد لله فيها تقريبا 1,000,000 حافظ قرآن. هذا شرف، شرف لدولنا التشاد وشرف للمستفين بصفة عامة. ألم دولنا التشاد معروفة بحفظ كتاب الله، هذا شرف. ونحن اليوم عايشين وسط إفريقيا، جيراننا البلدان دو كل فيها مشاكل، ليبيا مشاكل، السودان مشاكل، إفريقيا الوسطى مشاكل، نيجيريا مشاكل، يعني إحنا قاعدين الحمد لله مهما عندنا مشاكل كله مندمجين وعايشين. ولو كان في أشياء بسيطة مشاكل خبليات، هذا كذلك نسأل من العلماء وضيوف الرحمن، أدعو الناس خليه يعيش في وحدة بالتكاتف، وأدعو بلنا ده الله أنت العافي والله يجيب الاستر، غير عافية ده شيء يبقى ما في. ونرجع لتاني مرة نشكر الله ألم جابانا في هذا المكان، جعلنا من ضيوف الرحمن، هذا نعمة.
وكذلك إننا نكتسب بهذا الفرصة نشكر الرئيس الجمهورية هذا الرجل الله يوفقه ساعدنا ساهمنا ب 80% لنجاح هذا الحج. الكلام ده دائما نكرره، لو ما تدخل الشخص خاصة كان نحن ما جينا لمرحلة ده، لأن البيسة مطلوبة بفلوس كبيرة تقريبا 1 مليار عنده 11 سنة هو جا دفعها، كان ما نقدر نسيء الحج عشان حط في شات إشارة حمراء، هو فك الفلوس ده دفعها فك الحج. بعد ذاك أخلى حج السنة يمكن سموت الأثر كلها طلعت، الرئيس قال هو يساهم ب1 مليار عشان يخفض الأسعار، في لنساهم خفض الأسعار لأي حج تقريبا ب50,000 ريال، يمكن أدنى سعر عن الحج في شات أو في العالم كلك إلا شات، غير انت تابوت تشوفوا في الجرائد وفي الصحف. جينا في الأخير واجهنا صعوبات في تحويل الفلوس من البنك إلى مسار الإلكتروني، لأن الفيزا مرتبطة بقروس زي الكريدي على التليفون، تشتري لو كريدي كمان هناك بجيف الفيزا بدت وقفت، أدنى رهلات 23 24 25 26 إلى 27، أدنى 4 ليه لأن فلوسنا ما نقل في المسار ما عندنا فيزا. جينا في الوسط يوم 29 أدنى رهلتين لأن القروس أخر ما نزل في السيستم ما عندنا فيزا، فجات خسائرات تقريبا 300 مليون. الرحلتين الأخير جو في جدة ده برضو الرئيس دفع قال ما ندور نشيف حج واحد جوقت في جدة يمشوا، هذا نعمة، البيسة ما عندها إمكانيات. لجانا له ورينا المشاكل قال لنا مشكلة ما في، ألقوا طيارتين أنا نطفح اللود الحجاج، نعلن لكم 4,083 حج كل موصله حدورة في عرفة وطم حجم، هذا نعمة. عشان ده نقول الرجل ده أتقله الله يعينا عشان دار بنقل الإسلام، إنسان قاعد بدأ الإسلام ده الله يثبته والله يوفقه. وأنينا في منى أتقل كل بلدنا التشات، أتقل كل موطانا الله يغفر لهم ويرحمهم بالجنة ويجيب العافية والاستقرار في بلدنا. وما ننسوا أبونا وجدنا المرحوم المارشال، هو كذلك ساهم بكثير في هذا الدولة، هو كل دفعته الله يغفر له الله يوسع مدخله. باختصار السادة الأئمة حافظ كتاب الله، أنا لتاني مرة نشكركم ونسأل لكم لسه ما تخلون أرفعوا لنا أيديكم لله، الله يوفقنا عندما حجتنا يرجو سالمين غالمين في بلادنا. قبل ما نختم نشكر الإخوة أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كان هم 15 لكن حضر منهم فقط 5، بذلوا جهد ما بتوصف. لو لاحظت في عرفة بخمس أعضاء المجلس اللي قدروا يتحكموا في الأمور، شال من الحفاظ ما شاء الله في علماء قدروا يسيطروا في الموقف، سوينا 10 مسجد سلينا في عرفة، هذا نعمة. والإخوان الشيوخ دول نحن نشكرهم باسم ضيوف الرحمن، ساعدونا لأن كثير منهم يتأثروا ما قدروا يجوا عدم الفيزا. الفيزا السنة يعني بيجي مرتبط بالسيستم، خارج عن إراداتنا خلينا ناس المجلس، خلينا بعض من الأطباء، خلينا بعض أعداء البيسة، خلينا بعض ناس الأمني، ضج فوق كلام كثير يتكلم لكن خارج عن إرادتنا. نحن ما نحمل هذا لأن ما عندنا، حاولنا المستحيل وما بيجي، طلبنا زيادة ما لقينا، المهم الله أراد عشان الناس دول يحضروا ويحضروا. فأنا نكتسب هذه الفرصة لتاني مرة نقدم عذاري لأعداء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإخوان الماجو، ما من إرادتنا، وحتى ناس الصيحة وناس الأمني وناس الصحافة كذلك ماجو، يعني حاولنا لكن الله ما أراد، بس بعد منهم رموز جو الجبه سيتين ده سد القدة زي ما نقول، ما قصروا. نحن نشكرهم لتاني مرة باسم ضيوف الرحمن، يعني نشكر سلطات السعودية ما قصروا، شؤون الحج، الوزارة، المؤسسة، المتوفي، كلهم ساهموا في تنظيم هاج الهاد، وهنا نكتسب هذا الفرصة نقدم لنا شكرنا باسم ضيوف الرحمن.
نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير ورأي صائب فكر منير فيا من أقبلوا للحفظ بشرى فإن السعي منكم لا يبور جنيتم من ثمار الحسن حسنا وأقبلت العطايا والأجور كتاب الله للأرواح نور